لا تزعلي على الفاضي، شو عم تفكري تعملي؟ قررت شارك بالسباق جكرفي. وامتى هالسباق؟ ضل معي يومين. وقسيمة الإذن؟ لحد اليوم أنا يلي عم وقع على كل الوراق، لهيك رح وقع على هي كمان. بهي الطريقة ما رح يستبعدوكي؟ ما بعرف. شو رح تعمل؟ بدك تنط يعني؟ يلا عملها، ليش واقف؟ حياتنا صارت أصعب من الموت. أنا غلطت بشي يا كين، كل هذا صار بسببي أنا. إيه صار بسببك، يلا نط لكان، شو يلي رح يتغير؟ أنت ما قتلت حدا يا محمود، بكفي بقى حاج تعذب حالك وتعذب الأولاد معك يا أخي. شو؟ رح تبلش تبكي مثل الأولاد؟ ليش تغيرت كل هالقد يا محمود؟ الحياة صعبة من دونها. بعرف وفهمان عليك تمام. ليك إذا كنت بتحبها هالقد دير بالك على الأولاد، ولا بقى تسمع الحكي اللي عم يقوله هداك الولد. لا تغلط مرة تانية، روح هلا وحاول تشوف الواقع مثل ما هو. بسيطة. ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين، ثمانية وثلاثين، برافو، تسعة وثلاثين، ما شاء الله، أربعين، واحد وأربعين، اثنين وأربعين، ثلاثة وأربعين، ما في حدا مثله بين الكل أبدا، خمسة وأربعين، ستة وأربعين، سبعة وأربعين، ثمانية وأربعين، ثمانية وأربعين، تسعة وأربعين. يلا يا بنات امشوا، بكفي اللي شفنا اليوم. ما في داعي تتعبي أكثر، في عندك سباق بكرة، بكفي بنتي. معه حق، تعرفي؟ روحي وارتاحي منيح يا بنتي، اطمني، اتركي شغلة إذن المدير علي، ماشي؟ عن جد شكراً كتير لك أستاذ، فضلت. العفو، هاي شغلتنا، بكرة ونحن بالسباق المدرسي، رح تنبسط فيها، ما هيك؟ شكراً لكم شباب.